الحركه والنشاط نعم. والمشي على الساقين. دكتور نحب نختم بسؤال، اناهي الاغذيه ربما والا سيد الاغذيه اللي كنا نحكي فيهم، اذا كان غاب على الطاوله نتاعنا على الطعام نتاعنا على مدار سنوات، نجم نقولوا انه سيغ يصير لنا التهابات على مستوى العظام، معناها انه الاغذيه اللي اذا كان غابت علينا ولا ما نحبوهاش ولا عمرنا ما كليناها، نقولوا احنا من الناس المعرضين لمختلف انواع واصناف التهابات العظام والمفاصل. شوف معناها خلاصه القول، باش نخليو العظام بالكدا يلزم نتناولوا الحليب ومشتقاته في اي عمر كان، خاصه عند الناس الكبار. يقول لك انا خذيت الكفاية في عمري، أنا تو عمري فوق 70 سنة، خذيت الكفاية من الحليب ومشتقاته باش نخليه للصغار ونخليه لبقية العائلة، مش صحيح. فترميم العظم وقوة العظم هام برشا في كل زمان، في كل زمان وفي كل وقت. ثم ثانيا الخضر والغلال، يلزم التونسي يتعلم مثلا باش ياكل الغلة مع فطور الصباح، كعيبة غلة مع فطور الصباح هامة برشا. صحيح هي مش في عاداتنا ولكن نجم نتعلمه. والله محليها عادة بيه على خاطر الفيتامين، معناها وقت اللي تاكل كعيبة غلة صباح تحس كأنك فقط بالحق في لحظات دكتور، معناها مسكي تاكل الغلة تحس بانتعاشة كبيرة برشا. صحيح. ثم الخضر والخضر بأنواعها، حتى البطاطا عندها مكانها، خاطر ولوين البطاطا راهو ديما عنا عليها ما نقولوا، معناها خاطر البطاطا ما نعرفوش كيفاش نستهلكوها. في اكثر الوقت نسنسوا صغارنا بالبطاطا المقليه، والبطاطا المقليه ماهيش منصوح بها في التغذيه السليمه. ونشلوها في ساعه زاده دكتور، وحيلزمها تتنفخ باش نحيو منها الشاي هذاك اللي نعيطوا له الشاي. مرة جاية نحكيو برشا على حاجات أخرى. تحب تقول كلمة الختام؟ لا، حبيت إذا كان تسمح باش نستعذر للمرضى نتاعي اللي يستناو فيا ونقول لهم هاني جاي. يعيشك يا دكتور، محليك ديما تلقائي بالحق. دكتور هاو جايكم، كان تابعوا فينا على قناة حنبال، شديناه بحثنا شوية. يعطيك الصحة دكتور على كل نصائح اللي قدمته لنا، شكرا لك على قبول الدعوة وحضورك في الموعد وقبل الموعد. جزيل الشكر لك دكتور صدق القيجي، مختص في أمراض التغذية والسمنة والسكري. مازلنا مواصلين مشاهدينا، فال اليوم نشوفوا حديث الأبراج وبعد نرجعوا بحث مزاكي، تفضل. يصبح الفل على التوانسة الكل، وإن شاء الله فال اليوم الكل وفي الخير. ونبدأ بالحمل ونقول له اليوم باش تتخطى الصعاب في العمل، والفلك يقول لك أنه قاعد تسير في الطريق الصحيحة باش تحقق أهدافك. عزيزي الحمل، يلزمك الاستفادة من الفرص المعروضة عليك وما تضيعش الوقت بأمور سطحية. ونمشي مع بعضنا للثور ونقول له يستهويك شعار أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وما تتفكر الشعار تخبي القرش الأبيض لليوم الأسود. تحاول تنقص شوية من المصروف اليوم وتحاول ما تغزرش لواجهات المحلات. مواليد برج الجوزاء، الحظ اليوم يتبع تحركاتك خطوة خطوة ويدعم مسيرتك ويساعدك على تخطي الصعاب ويقربك من أهدافك ومن إنجاحها. يلزمك الاستفادة من هذا الجو الفلكي الداعم لمشاريع الكبرى. برج السرطان، بالنسبة لي مازالوا ما دخلوش القفص الذهبي الفلكي، بشرك اليوم انه الحب باش يطرق ابواب مواليد هذا البرج. وما ننساوش المعارسين ونقولوا لهم اجواء عاطفية كبيرة تعزز حياتكم اليوم، تشعر بسعادة كبيرة والامتنان من تدليل الشريك ليك، لكن تحاول ما تكثرش، الفترة هذه ملائمة للبحث عن عمل. نمشي مع بعضنا ونشوفوا الحظ شنو مخبي لمواليد برج الاسد ونقولوا له العمل هو كل اهتماماتك الفترة هذه، حماس كبير قاعد تشعر بيها. الفلك ينصحك انه ضروري تحط النقاط الهامة على برنامج عمل يسرع من مسارك المهني شوية، وتفكر في الطرق الكفيلة بانجاح المهام هذه. ونمشي مع بعضنا المواليد برج العذراء ونقولوا لهم وقيت باش تخلي همومك المادية واوضاعك المهنية على جنب وتتفرغ لاوضاعك العاطفية. الفلك اليوم يبشرك انه السماء صافية على المستوى العاطفي وباش تشعر بسعادة كبيرة. نمشي مع بعضنا المواليد برج الميزان ونقولوا له احتفاظك بحرية الرأي وبعدم الانجرار للالتزام بآراء المحيطين بيك باش يخليك تتمتع برؤية منطقية خاصة تساهم في تطلعاتك الفكرية وتنمي توجهاتك الذاتية. عزيزي الميزان، أمسية رومانسية بانتظارك.
برج العقرب يلزمك تتحلى بالصبر والمثابرة على العمل، على خاطر الأمور تنجم تاخو طابع أكثر تعقيد. تحاول تتصرف بطريقة إيجابية وتوسع بالك قد ما تنجم. وتوا نشوفوا مع بعضنا شنو مخبي الحظ لمواليد برج القوس. الحظ اليوم يخصص لك الكثير من الدعم وينمي لك قدراتك وباش يعطيك القوة على تخطي كل المشاكل. طبيعتك الانفعالية وقلة صبرك مش باش يخدموا مسيرتك المهنية، لكن طيبة قلبك تخلي برشا من صحابك يسامحوك بسهولة. نمشي توا البرج الجدي. اليوم باش تكون عندك مواجهة قاسية مع حقائق ماهيش في مصلحتك، لكن هذا ما يعنيش ان امورك في وضع سيء. ضروري تهتم بحياتك الخاصة شوية. ونمشي من بعضنا البرج الدلو ونقول وضعك النفسي اليوم خير من البارح. الفلك يدعوك باش تأجل القرارات الهامة خاصة المتعلقة بالأعمال. أوضاعك الصحية ما تعجبش، تحاول تزور طبيب في أقرب وقت. ونوفيو كالعادة والعويد مع مواليد برج الحوت ونقولوا له يلزمك تتمسك بمبادئك في العمل وما تتصرفش بطيش. عاطفيا علاقتك مع الحبيب تصير في طريقها صحيحة. وهكا نكونوا فينا جولتنا مع حديث الأبراج، وإن شاء الله ديما ديما مزهرين. رجعنا لكم. انتم كنتوا تشوفوا في فيل اليوم، وانا كنت نذوق في الديسير ما ذقتش الاخرين، دونك ما نجمتش نتعدى الاطباق الاخرين خاطر بنينه ياسر قعدت نكمل فيها. مزاكي تعطينا ريكاب نبداو ساعه بالديسير بنين برشا بريزونطاسيون رائعه كيف العاده. يلا مزاكي تنجم تاخذ راحتك مادام انا كملت. نبداو بالديسير ونبداو بالبلونتي. نبداو بالبلونتي. فيل دو شيف شيف ما يبداش بالديسير، يبدا بالبلونتي. تفضل. بالنسبه للبلونتي نتاعنا قلنا الفلفل اللي هو الاحمر واخضر خديناه اللي شويناه طريقه عاديه، قشرناه من بعد حضرت شي الماريناد اللي من زعتر ومن الحبق وشويه مدنوس، ملح وفلفل اكحل وعصره قارص. طبعا كان زيت زيتون ديما حاضر في الماريناد نتاعنا. نعم. عطينا هذاك فوحناهم. من بعد الفول اللي وصمتناه طبعا الحال قصيته اللي هو جويد. خديت الريكوتا اللي عملت معها شويه زعتر شويه ملح شويه ثوم. خديتها ديكونيل نسميوها او لا ديبول، حطيتهم هكاك تجي موس. طبيعة الحال نزينوا السلطه كما نحبوا، هي الفاحات اللي تبقى لي ديما حاضر زيت زيتونه وزعتر اللي يعطيها نكهه خاصه وشويه ثوم. بالنسبه للميلفيد تاع الحوت تاعنا اليوم خدينا الاسبادون، خدينا الميسبادون عملنا فرش طيبناه في الفابور طبيعة الحال باش يجي مبخر. شويه زعتر طبيعة الحال باش يبقى ديما يعطي نكهه خاصه. خدينا الموزاريلا نتاعنا عملناهم دي رونديل. الباذنجان والكورجيت اللي هي عملناهم ماركيناهم شويه في الكرياد، ومن بعد اللي حطيتهم في الفرن. خلينا نقولوا مزاكي انه الاوبرجين محبوب اكثر في الاطباق في الجزائر والمغرب اكثر من تونس. في تونس فما برشا ناس ما ياكلوهش ولا ما يحبوش ما يفضلوش موجود في الاطباق هذيا، ولكن نحب نقول انه حتى اللي ما ياكلوش في الطبق هذيا نتصور ياكلوا خاطر يتغير المطعم نتاعو كومبليتمون. ربما حتى المذاق ديما نحاول ديما نكون ملم بجميع الخضروات، ديما نكونوا الخضروات نتاعنا الكل موجوده باش حتى اللي يكون حدنا حتى يسبري ان باش نذوقوا جميع الاذواق اللي هي فوالا حتى المختلفه علينا. مختلفه علينا طبيعه الحال. قلنا عملنا فرشه طبيعه الحال نجموا نعملوا اما دي بورسيون اللي هي الاربعه حتى سته من الناس، والا نجموا نفرشوهم على كامل الطبق. كامل الطبق ونعملوا فرشه او نعملوا بورسيون واحده اللي هي تاع ليسبادون ونعملوا فرشه واحده. يعني تغزلت لنا برشا بالطبق الرئيسي، تعادلنا للديسير مزاكي. متشوق للديسير. اي فوالا. بالنسبه للديسير طبيعه الحال سهل جدا سهل جدا. خذينا 250 غرام اللي هي تاع اللوز اللي هو القشور نتاعو، حمرته شويه من بعد نحيته وخليته يبرد. من بعد نحيته في الميكسور. خديت على الجنب الاخر خديت كعبتين عظم، عليها ساشي تاع خميره تاع الحلو طبيعه الحال، شويه سكر على حسب الذوق. يعني 250 غرام تاع 250 غرام تاع اللوز، 150 غرام يعني تاع سكر اللي هي بالوافي. وبالطبيعه نزيدو نذوقوا احنا شنو نعملوا اقل سيتا كان ما نحبوش حاجه. ولا طبيعه الحال انا قلت لك لو غرام ماكسيموم يعني 150 كرام. اوكي بالنسبه لطبيعه الحال كعبتين عظام عليها سكر، عليها الخميره نتاع الحلو، عليها سكر فاني. طبيعه الحال نخلطوا الخليط نتاعنا، نزيدوا عليه اللوز اللي هو الحين بقشوره، وخدينا كعيبات اللي خدناهم على شيره باش نزينوا بهم. نعملوا كعبرات نتاعنا وديريكتومون نحطوهم في السكر كلاص المحور
ونحطوهم في الكوزين. يعطيك الصحة، شكرا لك مزاكي. في 4 دراج تقريب درجة حرارة 140 درجة. على حفظ درسي. يعطيكم فكرة مشاهدين على مواعيد البرامج بالنسبة لليوم، شنو باش نشوفوا اليوم ووقتاش. ما 3:30 مسلسل ماريا كلارا، وسلسلة صالح حسن لوحة تمام السادسة، 6:15 نجوم الليل في جزئه الثالث، ومسلسل الهندي موعد زفاف 7:15، 8:15 على الطريق صراحة راحة تمام التاسعة. نخذو صلاة الصباح كانت تمام 3:00 صباحا و8 دقائق، الظهر 1:25، العصر 4:10، المغرب 7:40، العشاء 9:29. نرجعوا للبلاتو نتاعنا. جزيل الشكر لكل من تبعنا، جزيل الشكر لكل متابعينا الاوفياء اللي تبعوا ديما اللي معنا صبيحة كل جمعة وسبت انطلاقا من 9:30 صباحا. شكر جزيل لجند الخفاء، لكل من كانت له بصمة في إيصال الصورة، نرجو أن تكون طيبة. جزيل الشكر ليك الشيف محمد مزاكي. نتقابل إن شاء الله الجمعة القادم، متابعة طيبة لبقية برامجنا على قناة حنبال. في الختام نحب نقول حاجة: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي.